يسلم هالصوت. يعني منتصر بدع اليوم اكيد مع الفرقه ايضا الموسيقيه طبعا. ونبدا الانطلاقه من تاريخ الفن الجميل والاعمال الناجحه الليله يا حسافه. ما راح نركز على فن الجميل وتمثيله، راح نستضيفه كناقد يعني طبعا منورنا اليوم بس يا بحر الفنان العملاق محمد المنصور. اغنيه هذه كانت هدالك. حياكم الله. الله يحييكم، منورنا بليالي الكويت. الفنان الكبير محمد المنصور، شرف لنا تكون موجود عندنا بليالي الكويت، عضو لجنة التحكيم في مهرجان السينما الكويتية. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا وسهلا. في البداية أبو عبد الله كلمني يمكن شوي عن مهرجان السينما وتطلعات الشباب يوم فكر الشباب. يعني أنا ذكرتك يوم بس يا بحر، بس يا بحر يعلم يعني فيلم ترك بصمة كبيرة طبعا، يعني طاف عليه نص قرن. ليش اليوم ما قدرنا احنا أقولك بصراحة ما قدرنا رغم التقنية اللي عندنا إن نسوي عمل مميز مثل بس يا بحر؟ للحين معلم، يعني إن للحين مكانته واضحة. عموما شكرا على الاستضافة ومشكورين على المقدمة الحلوة والمطرب الحلو والموسيقى الحلوة. في مقولة أو قول يقول شيئا لا يمكن لهما الإعادة، الموت والولادة. الله. فطالما ولد بس يا بحر في هذاك الزمن اللي احنا عشنا فيه طبعا واللي تربينا، او في زمن طبعا الفن الاصيل الجميل الراقي، علشان هذا الشيء طبعا الكمال لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الفيلم يعني تكاملت فيه كل العناصر، سواء كان بالكتابة تأليف المؤلف عبد الرحمن الصالح، بالإضافة إلى المخرج خالد الصديق، والفنانين اللي طبعا مع زملائي كلهم ما أقدر أعددهم الحين عشان يخلص برنامجهم. لكن لما تكاثف هذه العناصر الجميلة الراقية، وبعدين في عندنا مبدأ إن احنا لازم نعمل أول فيلم كويتي علشان ندخل عالم السينما مع العالم. وبعدين شفنا ان الوضع كان الفيلم العربي كان يتذبذب، يعني كانت الافلام المصريه سائده، اي كانت سائده الافلام العربيه اللي فيها يقولون عنها سينما المقاولات. فهذه كانت طبعا احنا جينا في الوقت المناسب وبدينا في هذا العمل. تم انتاج فيلم واشتغلنا سنتين واحنا نشتغل فيه صراحه. والله ابو عبد الله سنتين واحنا نصور فيه. عشان الافلام الحين هذه سينمائيه باسبوعين، هذا اسبوعين مثل الحين المسارح اللي قاعدين يشتغلون فيها والمسلسلات تجاريه تكون باستعجال. يعني ما في انت لازم عشان تدرس الشخصيه اللي انت قاعد تعملها، تعمل بروفات، تلتقي مع زملائك زميلاتك، تشوفها ابعاد دورك، أبعاد هذا النص كيف راح يقدم إلى العالم. إحنا طبعا كان حاطين في نصب عيوننا مثلا أو في الهدف إن إحنا نمثل الكويت بأي شكل من الأشكال. اسم الكويت لازم يطلع في الأعمال الفنية الأدبية الجميلة الراقية، ومنها السينما. فقدمنا بهذا الشكل وأخذ 9 جوائز من العالم ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا وليش ما هي شيء بعده يكمل هالمسيرة هذه مو توقفنا. كانت فترة السبعينات الله يسلمكم، فترة المادة كانت يعني الأسهم والسندات والشركات. فلما إذا كنا نية حق المنتج نقول له والله عندنا فيلم يعني على قرار أو على شاكلة فيلم بس يا بحر في العادات والتقاليد والأصالة بما معنى، فيقولوا متى بترجعون فلوسي بما معنى. فنقول على ما تدور دورة الفيلم على الأقل يبيلها سنة علشان نرجع لك فلوسك بما معنى. عشان نقول لا، يفتح الله على قولة أخواننا المصريين، احنا عندنا الأسهم والسندات من خلال تليفون 34 و20 و1000. طبعا 20,000 و30,000 في هذاك الزمن كأنها 2 مليون أو 3 مليون في هذا الزمن. أي فإحنا طبعا ما توقفنا صحيح سينمائيا، إنما ما توقفنا فنيا. يعني هذاك العصر طبعا اجتهدنا وقدمنا أحسن المسرحيات، أحسن وأفضل المسرحيات في هذاك الزمن. حتى الدراما ونافسنا طبعا بعد. طبعا بالإذاعة تشوف كل البرامج اللي ناخذها من أحسن البرامج اللي ننافس فيها كل الدول العربية، بالإضافة إلى الأعمال التلفزيونية اشتغلنا والمسرح. كانوا الناس طبعا والدول العربية
التخانق علينا على أساس أن احنا نروح نعرض عندهم أو نشارك في محافلهم أو مهرجاناتهم. ذكرت المسرحيات وذكرت الأعمال الدرامية بالمسلسلات التلفزيونية وأيضا السينما، يعني بعدها راسخة في أذهان الكل، بعدها معلمة تشوفها مرة ومرتين وثلاثة وما تمل. شو اللي يميزها عن الأعمال الدرامية الموجودة أو المسرحيات الموجودة؟ الحين ما قاعد تعلم مع الكل، ما يذكرون المشاهد، ما يذكرون بينما لما تيجي تذكره مثلاً بمسلسلات قديمة. سينما الطيب. بالضبط، يعني معلمة معانا. شنو الفرق بينهم؟ فرق الله يسلمك، يعني أنا اختصرها أحسن علشان ما أطول في هذه. أنت أبو عبد الله صريح، قول. قول كل شيء. كان الله يسلمك عبد الله، شنو في ثلاث أشياء. حلو. كان الصدق. والاحترام والتقدير. الله. من كلا الطرفين. والالتزام بعد. طبعا الالتزام. الصدق والاحترام والتقدير. من كلا الطرفين، أقصد القائمين على الأعمال الفنية كانوا حريصين على صدقهم وأمانتهم تجاه هذا النص المكتوب، لأن أنتوا كل يوم عندكم ينولد إنسان، بس مو كل يوم ينولد إنسان مبدع. والمبدع قليل أو نادر إحنا نحصله، هذا المبدع الكاتب اللي يكتب النص. عرفتي؟ يعني قصدك إن كان هدفهم تقديم فن راقي مو مادي. طبعاً راقي على أساس إحنا نرتقي بمستوى الجمهور معانا، والجمهور طبعاً كان يمشي معانا على بخطوط متوازية. في مثل ما قلت لكم الصدق، كذلك الاحترام، يحترمنا وإحنا نحترمه ونقدر شعوره في نفس الوقت، لأن كان يتعنى لنا في أثناء عروضنا المسرحية في أي مكان، يجينا من الأحمدي ولا يجينا من الإمارات ولا من البحرين ولا من السعودية، الناس تأتي. كذلك كبار الشخصيات سواء كان من وزراء من وكلاء أو من الشيوخ يجون يحضرون هذه الأعمال اللي كنا نقدم، كذلك يناقشونا. نتناقش معهم بعد ما تنتهي المسرحية كل ليلة تقيلوا. شنو نتناقش معهم؟ شنو نتناقش؟ تناقش في مضمون المسرحيه اللي احنا قدمناها. اي عن شنو الفكره ونجحتوا واخفقتوا يعني عشان تطورونا. بالضبط. فكذلك الاحترام والتقدير، الناس تقدر ودي. حلو. اما الان ما في، حتى الجمهور كان يقدر هذا الشيء، اما الان لا ما في. حلو. ابو عبد الله، يمكن احنا ما تكلمنا بشكل واضح عن الاعمال الشبابيه للحين، بس خلينا نتكلم يمكن عن المهرجان اللي شفته والاعمال المشاركه فيه. والله الاعمال حلوه، وأنا يعني أشجعهم صراحة. الناس سواء كانوا الناس المخضرمين أو الفنانين من قاموا بالأعمال السينمائية وشباب من عملوا هذه الأفلام كذلك السينمائية، لكن لازم يحطون باعتبارهم في معايير للأفلام أو للسينما، مو بس يأخذون. بعض الأحيان الآن كاميرا الفيديو تصبح كاميرا للسينمائية، فأصبحوا على طول يأخذها يقول لك والله أسوي فيلم أحسن ما أسوي كده. طب شنو المعايير يعني برايك؟ معايير طبعا الأسس، أنا ببني مجتمع علشان أرتقي في المجتمع، ما أحط من المجتمع أو أقلل بشأنه ولا أضحك عليه، إنما أنا أقدم له عمل راقي. يعني هذا الفن جميل لأن الناس تي والتعنى علشان تشاهد هذه الأعمال. في نفس الوقت أختار موضوع زين، مو أي موضوع وحطه بس على سبة السينما. يعني لازم يخدم قضية ما. بعدين أنت عندك أمور يعني الحياة كلها شيء يحاكي الواقع بالكويت. يعني أنا أناقش يعني الشغلة كلها أو الكون كله والعالم كله شغال على المثلث متساوي الأضلاع، الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. صح كلامك. ففي كل حالة من الحالات هذه يكون يعني بعد كل عقد أو عقدين من الزمن تصير هي القاعدة الأساسية. يعني احنا بالستينات كانت القاعدة الأساسية هي الحالة الاجتماعية، الزواج والطلاق وما أدري شنو وكذا كذا كذا. بعدين لفترة ما بعد 20 سنة تي القاعدة الاقتصادية، الفلوس والمادة. بعدها تي القاعدة السياسية. بس الحين على أيام عندنا مطولة القاعدة السياسية. فيلم هندي صارت. بس بس أبو عبد الله، أنت ما شوف يعني شوي فكر الناس أو توجههم تغير؟ يعني أنا صراحة قاعد توصل مثلا فيديوهات قصيرة حتى لو كان فيلم مثلا
يسوون الشباب الحين اللي طالعين هذه الهبات السوشيال ميديا نعم. يسوونها بطريقة كوميدية أحب أطالع، بس لما طالع فيلم شوية تكون قصته ثقيلة وواقعية حقيقية وما فيها كوميديا ثقيلة بالنسبة لي، يا أجدم يا أطلع ما أشوفه. ليش إحنا وصلنا لهالمرحلة؟ ليش يسوون هم هذه الأشياء الكوميدية يعني بس علشان الضحك؟ كثير يعني أنت من السهل إنك تضحك تضحك الناس، لكن من الصعب إنك تبكيهم أو تزعلهم أو تقول لهم الحقيقة بعض الأحيان. ما يتقبل أي ما تقبلها. فيبي يضحك بأي شكل من الأشكال، لكن مو كل شيء ضحك بضحك. يعني لازم أنت تقدم أو تمسك العصا من النص. على الأقل يعني تصير تسوي مثل الأفلام الهندية على الأقل. صح. يعني في أغاني وفي موضوع وفي بكي وفي رقص وفي متعة في كل شيء. حتى لو في مبالغة بس يضحكك. يسوي لك جو. بالضبط يسوي لك جو. بس أنا طبعًا ما أسوي أو ما أبالغ مثل الأفلام الهندية. لا. يعني عندي أنا مجتمعي وايد في قضايا كثيرة. يعني تذكرون أنتم المسرحيات اللي قدمناها كثيرة فيها كوميديا حلو. صح. وفيها هدف من الأهداف الكثيرة المعنية. اللي تعني طبعا مثل ما قلت لكم بالشرائح او المثلث المتساوي الاضلاع يعني الحالات الاقتصاديه نتكلم عنها، حالات اجتماعيه، حالات سياسيه. طبعا دائما المسرح يقدم في اسقاطات بعد كان طبعا اسقاطات سياسيه موجوده. يعني اتذكر انا لما قدمت رساله الماجستير في اكاديميه الفنون في القاهره، لما رسالتي اسمها التيمات السياسيه في حركه الاخراج المسرحي بالكويت من 75 الى 85، ركزت على الاعمال احسن الاعمال اللي قدمت اللي تحاكي طبعا القضايا السياسيه. بس طبعا ناهيكم عن النص اذا كان مكتوب فيه سياسه، انما في بعض التيمات اي المخرج لما يتكئ على أشياء مثل الملابس يقصد فيها شيء سياسي. صح. الإضاءة يقصد فيها شيء إضائي سياسي، أقصد الحركة أو الفراغ المسرحي ككل في أشياء كثيرة. فدائما طبعا وجد المسرح من الأساس أصلا سياسي، لكن على المتلقي أن يفهم ليش احنا كنا في مسرح الخليج لما نقدم أي مسرحية من المسرحيات دائما الناس تجينا تقعد تناقشنا تقول انتم كذا 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 كذا. حتى في المسرحيات القديمه كانوا يناقشون قضايا قاعد نشوفها موجوده حاليا، يعني كان كانه عندهم بعد نظر طبعًا للواقع يعني طبعًا المستقبل. يعني اي يعني دائما المؤلف او هذا عكس اللي احنا نشوفه حاليا. حاليا ما نشوف هالشيء هذا موجود في المسرحيات. غير شيء مان يعني الحين قاعد نشوف يمكن بعض المسرحيات حتى التجاريه قاعد يصير فيها اسفاف. يعني انت في وقت مسرحياتكم استاذي كان يعني المسرح حركه الفنان فوق على المسرح بكل احترام كان يضحك الجمهور، ما يقطق افيه الموقف. الموقف هو الافيه كوميديا الموقف. ايوه بالضبط، وليس كوميديا ديلارتي مثل ما يسمونها او الارتجال. يعني مجرد الاضحاك الضحكه لان الموقف. صح. مثل ما قلت ضحك. كوميديا الموقف. بعدين الارتجال حتى لو كنا نرتجل في هذاك الوقت كان الارتجال له مدلول له قيمه مهذب له طبعا يعني له اساس. ما ارتجلنا الا لخطا ما او حصل شغله عشان تتفاداها أتذكر في مسرحية السدرة كان إخراج كرم مطاوع الأشجار تموت واقف النص، فكانت عندي على أساس سكرتيرة أكلمها هي في بالمكتب. أنا عندي شركة على أساس أني أسعد الناس وأراضيهم. فطبعا يجيني شخص كان محمد منيع وزوجته على الحياة فيقعدون أنا وسعاد طبعا كنا نشتغل في هذه الشركة وأنا مديرها. فعاد يوني يقول ترى عندي أنا حفيدي سافر من زمان ولا يانا وبعث لنا وقال بي، بس هو طبعا مو راضي طبعا يجي، كان يراسل الجد فمو راضي يجي. فهو طبعا قص على زوجته قال لها ترى الحفيد بيي وهو فرحانة. فعاد قال لي أنت مثل دور الحفيدة. أي فعاد مثلت على دور الحفيد. صار ضغط عليك بس أديت الدور. أي أديت الدور وأنا فرحان بس طبعا في أكون جدا جملة مهمة قاعد أقولها طبعا حافظين الناس وماشيين، لكن مع الجمهور في أكو ياهل كان يصيح يصارخ مو يصيح بعد مثل صافرة يشغل بالك هذا مثل صافرة الأسعاف صيحته غير غير نمونة يعني. إيه والله غريبة. أنا الحين بقول الحوار مهم هذا ترى ولا واحد يشوف
والجمهور تعبان تأذى واحد ما كان اقول ان على طول ارتجلت يعني عشان انقذ الموقف اقول لها يا فلانه شنو عندك مسكت الياهل اللي عندك بالمكتب طبعا انا اقصد طبعا المكتوب او قد الموجود داخل المسرح فاقول لها مسكت هذا ما عندك بميه شيء كذي سكتي كذا يعني الناس استوعبت الموضوع طبعا صار تصفيق تصفيق هذا ذكاء طبعا ذكاء تنقل الموقف تحتاج ذكاء وسرعه ملاحظه يعني بالضبط صح تقولها على طول قلت لها يا عندي شيء بمية طلعينه ولا طلعي برا فيه طلعي برا طلعي أرجوك يا فالجمهور على طول التفت له وراح طلعوه طبعا حلو صار هدوء وصار تصفيق بعدين كملت شغلي لأن جدا مهمة هذه الجملة اللي أقولها لها حق سكرتيرها حلو بعد ذلك طبعا أنت أكيد يعني من رواد السينما الكويتية يعني نبي نعرف يمكن أنت ملاحظ والكل ملاحظ يمكن سنتين الأخيرين هذولي صار عندنا ضغط كبير بالأفلام الكويتية نعم وتوجه أيضا فنانين للأفلام الكويتية شنو السبب يعني بالعكس هو شيء حلو لكن بنعرف السبب شنو والله يحبوا السينما والناس تتجه أنت الآن إلى السينما وبالعكس هذا شيء مفرح لكن طبعا إحنا بودنا أنه يبدأ مو هذا الحلم بقدر ما هو مو مسألة حلم إحنا هذا الطموح كان عندنا احنا فنانين من زمان أيه. انه يكون عندنا مهرجان للسينما وتكون عندنا سينما لها ثقلها ولها عطائها وتكون متواجده في محافل او في مهرجانات العالم ككل. هذا الطموح جميل يعني الحلم ما اقول انا عنه حلم لا يعني واخيرا تحقق هذا الطموح صار لان الحلم قد يكون هذا يا مفزع او يخرع ولا جميل وقد ينتهي هذا الحلم انما الطموح لن ينتهي فالحمد لله يعني عندنا طموحنا شيء جميل من 50 سنه واحنا قاعدين نفكر ان يكون عندنا سينما واعمال سينمائيه فهذا شيء جميل ان طبعا احيي مجلس الوطن للثقافه والفنون والاداب انهم اسسوا وتأسيس مثل ما أسسوا مهرجان المسرح المحلي الآن هذا يبدأ محلي وبعدين راح يصبح بس ما قاعد أشوف عبد الله إنتاجات ضخمة بصراحة خلينا نتكلم ما قاعد أشوف إنتاجات ضخمة للأفلام حتى يمكن أنا قبل شوي سألتك قلت لك إن الأفلام أنت تقول فيلمك بس يا بحر سنتين هالأفلام اللي قاعد نشوفها الحين شنو يقولك فيلم خلص بأسبوعين إيش كان سالق الفيلم هذا الحين في عدد طبعا الآن مكلفة العمل السينمائي مكلف أن نتذكر بس كل شيء بقيمته يعني أن تصرف عليه وعشان يضل في ذاكرة يعني لازم يدركون الناس اللي يعني سواء كان مسؤولين أو أصحاب القرار أو المستثمرين أو التجار الآن في عندهم فكر يعني على الأقل سينمائي بدأوا يفكرون أن السينما صناعة مو بس هدرة وكلام وأكشن وإلى آخره كذلك يجب أن احنا ننتقي أو نبدأ نشوف هذه الأفلام اللي قاعدة تجينا خاصة من الدول الأوروبية أو أمريكا يا جماعة الخير أغلب الأفلام خاصة في العقدين الأخيرين اللي فاتوا أفلام كلها أكشن صح وكلها عنف بعنف وبعدين أخلاقيات هذه الأفلام ما تنطبق على أخلاقياتنا إحنا كدول سواء كانت دول المجلس التعاون أو الدول هذا بالنسبة للأفلام الأجنبية الأفلام الأجنبية أي. فإحنا لا نأخذ أو نقلد مباشرة هذه الأفلام على سبب أن إحنا يعني شغل سينما تعال اشتغل وسوي لي فيلم أكشن بما معنى لا تريا فكر بالموضوع اللي أنت قاعد تقدمه مو مسألة أني أقعد أركب مقطع على مقطع أو مشهد على مشهد ومني وكلمتين وبعدين أبدأ أنا بالأكشن لا يا جماعة الخير هذه مهمة لأن لا تنسون وهذه جدا شغلة جدا مهمة لأن الذاكرة يعني ذاكرة المسلسلات تنتهي يعني تنسي يعني أنا أشوف المسلسل بعد سنة سنتين ثلاث أنسى المسلسل صح يعني أنا من كثر المسلسلات اللي شغالة والله ما أتذكر أسماءها والله
في نفس الوقت الله يسلمكم حتى المسرح بعض سليم الطيب ما ننسى حتى المخرج التابعه يقول ما ننسى سليم الطيب بعد طيب وهباش وهباش هذا شيء ثاني والله الصفراء ما من يمينه البوكس هذه الصفراء سياره اي سياره خلتها تمشي مثل ما شيتها ايوه محمد مجيء من ورا حتى الموسيقى حتى الموسيقى فغينا نقول اي والله اي يعني انا الموضوع اللي شنو نقول لو بس احنا نقول عن مثلا الشباب اللي ذكرت قبل شوي ان التكلفه لانتاج الاعمال السينمائيه مكلفه بالكويت في بعضهم يتجهون للخارج عشان ينتجون عشان تكون التكلفه اقل تمويل بالضبط يعني اذا كنت انت مثلا انت بتتكلمين عن وضع كذي بالكويت فهل تروحين ما راح برا يعني اي بلد عربي تقولين والله انا بنتج فيلم عن الكويت الكويت فشله ورا ما يصير صح عدل لا صح والله ترى انا ترى صايره معاي الحين ايه والله صار لي سنه مع وزاره الاعلام بس من غير ما اتحكى يدرون في هذه المسائل عندي فيلم والله كاتب بعد عبد الرحمن الصالح خليته بعد 40 سنة بعد بس يا بحر عندنا خبر عندنا خبركم قاعدين مع بعض عدل في فكرة عمل إن شاء الله إن شاء الله راح يتم إنتاجه ولا لا إن شاء الله راح يطلع راح تنتجون إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى أي. يمكن بس تبي كلمة أخيرة توجهها للشباب الحين المبدعين في مجال السينما وبعد ذلك أنا راح ننتقل طبعا فقرات ثانية راح تظل معانا راح تبدي إن شاء الله شارككم حاضر إيه كلمة أخيرة الأخير ما عندي أنا يعني كلمات أخيرة للشباب يعني أقول لهم احرصوا اسم البلد اسم الكويت أنت كفنان أو كمبدع سواء كان بالإخراج أو التمثيل أو الإنتاج في نفس الوقت فكر دائما خل نصب عينيك مثل ما يقولون اسم البلد أنت قاعد تمثل بلدك أنت سفير أتذكر أنا لما رحت في يوم من الأيام إلى وزارة الخارجية كان الوكيل موجود يعني استقبلني استقبال حلو وجميل من فترة ما فكنت بتكلم معه بقضية ما على الجواز أو شيء من القبيل قبل أتكلم معه يعني رحب فيني فقال لي يعني أنتم كفنانين تنعدون على الأصابع والواحد فيكم يعادل طبعا مع احترام وتقديري للسفراء يقول الواحد فيكم يعادل عن 10 سفراء فهذه كلمة يعني أعتز فيها واحدة كذلك الفنان صاحب رسالة يا جماعة الخير فأنت في مقدمة الناس لأن أنت قاعد ترشدهم وتقدم لهم الصواب والخطأ السلبيات والإيجابيات صح. العادات والتقاليد كل هذه الأمور من خلال أعمالك الفنية اللي أنت قاعد تقدمها سواء كان مسرحا أو إذاعيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا فأنت أحرص كل الحرص على أساس أنك تقدم هذه القيم والعادات الجميلة وليس الأشياء اللي قاعد أنت تأخذها وتنظر لها وتقدمها بأسرع وقت صح. عندنا المثل يقول من طق طبلة قال أنا قبله للأسف هذول الشباب اليوني قاعدين يقدمون هذه المأساة سريع سريع. فأنا أقول لهم يعني حرصوا كل الحرص ولا يأخذكم القرور ولا تأخذكم المادة مع الأسف, مع الأسف. أنت الحين في عصر هؤلاء الناس اللي قاعدين يفكرون في وين اسمي تحطونه قبل ولا أعطوني فلوسي قبل ما هذا فإن شاء الله فيهم الخير بإذن الله أبو عبد الله يعطيك العافية أنا طبعا أشكر حضورك اليوم معاي في الكويت ومكمل يعني معنا إيه طبعا مكمل معنا بس أنا ما راح أشوف راح تقعدون مع بعض أنتم تفضلي حبيبي مشاهدينا أحب أقول أن فرحة الفن والفنانين ما زالت تتواصل بعودة فنانة الكبير شاد الخليج قبل ساعتين أقامت جمعية الفنانين الكويتيين حفل عشاء كبير في منزله بمناسبة عودته من رحلة العلاج كاميرا للكويت غطت هذا الحفل ونشوفه مع بعض شو تحب توجه له قبل لا ننتقل إلى التقرير حبيبي أتحمد له بالسلام أبو علي حبيبي وصديقي وزميل الدرب وأنا سعيد أني شفت فيلم من الأفلام المقدمة من يعني هذا الإنسان الرائع شاد الخليج عبد العزيز مفرج الله يطول بعمره وإن شاء الله يمده بعطائه ولا ينضب هذا الصوت إن شاء الله بإذن الله وعبد الله أنت أطلع حق تقرير شاد الخليج أنت أطلع الآن نلتقل معكم
في تقرير معد خاص لمطربنا وحبيبنا بعد عودته اللي عملت له او عملوا له جمعية الفنانين، هذه المأدبة الجميلة وفيها نخبة كبيرة من الفنانين سواء كمسرحيين. ننطلق إلى هذا الجو الجميل مع أبو علي.